تعرفون لماذا؟ لست حريصا على سمعتي. انا لا اكل إيه خبزا حقيقيا هي من علمي. مش هام. لا يهمني ان يقولوا عدنان عالم علامه او زنديق، ما يهمنيش. انا يهمني ما عند الله تبارك وتعالى، ويهمني ان اتكلم. لو اساء الي واساء فهمي 10 واحسن عني الفهم واحد، هذا ممتاز عزائي. هذا الواحد انا اقول لكم، لانه في خط التاريخ، خط التاريخ تتلمحه حيكون مع الحقيقه، ياخذ من الحقائق. سوء المره جنرال فرنسي هيا في الجزائر عمل حركه شاذة هيك، وبدا يؤيد الثوره الجزائريه. المجنون قالوا تعال هذا خيار عظمى، ايش قصتك انت؟ قال انا والله درست التاريخ، جنرال بس درست التاريخ امامه هو مثقف كبير، درست التاريخ والتاريخ يعلم انه مع المنتصرين. قالوا طيب، قال هو المنتصر خلاص انا معهم، لانه هو منتصر. ما بديش انا ايه؟ بدي افوز انا، احب الفوز انا. هم المنتصرون الجزائريون. قال كيف منتصرون؟ قال لانه مع الحق، والحق هو المنتصر. حينتصر انت منتصر. وانا اقول لكم حتى في قضايا الثقافه والعلم والفكر، في زبد سيذهب جفاء، في حق ينفع الناس. اذا انت حدثت وارخصت بخط التاريخ، هو الخط دائما في طريق الحق. خليك معاه ولا تبالي ايش بمن يشرب. نرجع لمصطلح التشبيه، ما يهمنا ما يهمنا، وبنراهش على اي سمعتنا ولا على اي حيثياتنا. هي بيننا احنا يهمناش، احنا يهمنا ان شاء الله ايه الذي ينفع الناس. فاشتغل. انا اقول هذا ايه برضو من باب العزاء والتحفيز لكم، اعملوا في هذا الخط والله العظيم دون ان تبالوا الاخرين. ايش ما مستعدين اخر عشان ايه؟ يحزنني انا اني اقرا للشيخ العلامه القرضاوي فتح الله عليه ومد في الوصايا حقيقه، انه يقول انا عندي راي ايضا في موضوع الرجم برضه، يعني من زمان بعد 30 ولا كذا من اكثر سنه، والى اليوم لا اتجاسر على ايه؟ اشاعتي وكتابتي. يحزنني. لماذا؟ عليك ان تكتبه يا اخي يا مولانا، ويرضى مني ويسخط من يسخط، والله صحيح. في الاخير سياتي يوم حتى لو بعد وفاتك مد الله في عمره، ويقال العلامه القرضاوي كان له فضل السبق في الوصول الى هذا الراي، صحيح؟ لا، يجب ان يكون لدينا من تعريفات المعرفه، يمكن يقول لك المعرفه سلطه. انا عندي تعريف ما خشت به الجماعه في الغرب زمان، او عجبوا كتبوها، قلت لهم المعرفه شجاعه. احسنت، كرش. المعرفه شجاعه، كل جراء عجبت لك. نعم، المعرفه لكي تطلبها تحتاج شجاعه، انتبه، ليس لكي تصدع بها. قال لي كيف؟ ما فهمتش. قلت له نحن دون ان نشعر نهرب احيانا هي من ان نعرف، لأننا نعرف قبل أن نعرف أننا إيه؟ إذا عرفنا فهذا إيه سيرتب علينا تبعات انتقالة فنأخذ. يعني مثلا نفترض الحين في أي أخ سمع أنه في محاضرة لعدنان، وهذا عدنان واحد شوي ممسوس في عقله بيحكي أشياء غريبة وخارج عن النص. بس نقول يعني أنه إيه؟ ليس من السهل أنك تناظر يعني وتفهمه. لا مش حنروح نقول ليه نروح؟ يعني ندخل في سجلات فارغة. وتبدأ ما بروحش. لا، هو في الحقيقة مش هيك، مش عشان زيادة فارغة. لا يريد أن يأتي خشية أن يسمع فيقتنع، تصور، فيرتب هذا عليه مسؤولية جديدة عنه. صح ولا لا؟ لا يريد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يخافون على إيه؟ على يعني الناس وعوام الناس من سماع القرآن. لأنه يسطو بهم بجاذبيته وسحره وإعجازه، فإذا سطى بهم أسلموا وانفصلوا عن معسكر الشرك وصبروا. فيقول لك إلغى، لا ما تشغيل، ما نسمعش من أصله. فإذا المعرفة شجاعة، ليس فقط أن تصدع بها، أن تطلبها شجاعة والله العظيم. صح ولا لا؟ أن تطرح سؤال جديد، يقول طب لعله هذا خطأ يا أخي، طب خلينا نعيد النظر. هذا الشجاعة يحتاج إلى إيه؟ شجاعة. بعض العلماء القرضاوي يقول لك أنا إيه؟ في آخر عمري اكتشفت انه ما فيش نسخ في القران الكريم. معناها هو عبر 80 سنه يبدو ممكن يكون افتقر للشجاعه انه يعيد النظر في المبحث هذا، صح ولا لا؟ احتاج لك شخص صح وخالف جماهير الامه انا ووافق على مسلم الاصفهاني واحد معتزلي في القضيه هذه، لا ايش منها. لكن لما اضطر اليها ست صفحات قال لك والله فيش نسخ، طلع مظبوط كلام صحيح. لا، احنا منذ البدايه دون ان نضطر لابد ايه ان نتسلح بشجاعه ان نعرف ان شاء الله، ثم بشجاعة على أن نبث ما نعرف ونترك الأمر إلى المتخلف. فهذه مسألة الجمال يا أخواني، نركز عليها إن شاء الله كثيرا. تحتاج طبعا بلا شك من ناحية تأصيلية وكذا أن يعاد الحوار ويداول الكلام في قضية إيش؟
التأصيل الشرعي للمسائل الفنية المختلفة. طبعا الحق والخير دون أن نخوض يؤكد لنا أيها الإخوة لكي ننجح تربويا لابد إذن، وهذا ثلث هذه الميادين، لابد أن يتسلح أولادنا بالمعارف الكافية التي تجعلهم شهداء على عصرهم. ما ينفعش أنا إيه أربي أولاد حتى لو لم يكن عندهم اللياقة أن يصبح يعني إيش أكاديميا متعلما كذا، على الأقل لابد أن يكون إيه من حلفاء الكتاب، عنده علاقة بالكتاب، يكتب ويقرأ وعنده علاقة، بكرة بصير مهني هو ميكانيكي سيارات بغض النظر، حتى زبال في بلدية إيه بروكسل زبال ويقرأ، لا مشكلة عادي، عنده بلد عادي ويقرأ بيد الله، مش عيب أبدا، وهذا مطلوب يقرأ. ليه؟ لأنه عشان ينجح تربويا. أما أن يقال الآن العرب للأسف الشديد في السعودية متوسط قراءتهم في السنة بعضهم يقول دقيقتان، بعضهم يقول 6 دقائق، أكثر ما قرأنا 6 دقائق في السنة، 6 دقائق المتوسط في السنة، أم تخرج شيء لا يكاد يصدق يا أخوان. هذا الحديث اليوم الشهادة بالعكس، إحنا إن شاء الله على الأقل هذا غير متعلم وغير المرصد للعلم والجامعة كذا، بدنا نعود أن يقطع على الأقل في الشهر كتابا واحدا. إيش رأيكم؟ زبال وكين يقرأ كتابا واحدا كل شهر، كل شهر كتابا واحدا. طب والمتعلم عاد والداعية والشيخ والجامعي على الأقل كل أسبوع كتابا على الأقل. نجيه قارودي تعرفون يقرأ كم كتابا كل يوم؟ 10 كتب. نجيه قارودي 10 كتب يوميا، رغم لا يقرأ قراءتنا. تعرفون لماذا؟ أكثر ما يمر عليه هو مر عليه 1000 مرة قبل ذلك، يمر عليه في لحظات. أنا أحيانا أقرأ كتابا في 500 صفحة، أحيانا قد أقرأه في ساعة، ما أعرف هذا كله، أعرف كل هذا الشيء مثلا، قدر ما تقرأ أكثر أنت تزاع قراءته، هذا شيء طبيعي، فهو لا يقرأ قراءتنا، أن تكون مثقفا. طب شوف في المقابل عادة، تجد بعض علمائنا، بعض نجوم علمائنا يكتبون من 40 سنة، عندهم تراث موجود من 40 سنة، واليوم يكتبون، نفع الله بهم. مراجعهم حقيقة هي منذ 40 سنة نفس المراجع، لم يطلع على شيء جديد، نفس المراجع، اختبر هذا نفسه في بعض العلماء، وهذا شيء صاعق، لأنهم لا يخافون، ومن هنا فعلا جمود الحركة الفكرية حقيقة، والتكرارية والاشتراك في الخطاب الإسلامي، في غير قليل من الاشتراك والتكرارية صحيح؟ أحيانا بكون بفعل صيغ مختلفة، مش حاوشر إلى على كل حال. فإذا النشاط برضو المعرفة أيها الإخوة، والنجاح المعرفي معناها طبعا جزء منه النجاح الدراسي، أن ينجح طبعا في دراستها المدرسية والجامعية، هذا مهم جدا جدا، لابد أن نؤهلهم ليكونوا كذلك، وأن نقدم لهم كل العون كل الأساليب. طبعا هذا بحد ذاته عاد جزء علم النفس التربوي والعالم، وكذلك الخيال عاد هذا أكثر ما نركز عليه، الانضباط السلوكي، الرقابة، مش عارف فيه، الأخلاق، هذا نهتم به كثيرا على خلفية دينية، مش على خلفية طبعا فلسفية، فلسفة الأخلاق أو علم الأخلاق، لا وإنما على خلفية دينية، لا شك هو مهم جدا. آمنت بالله كلنا استقامة حقيقية، لكن معنى الاستقامة، معنى إيه؟ الاستقامة، مشمولات، مضمنات على الاستقامة، الاستقامة في شو بأي معنى، ومتى أكون يعني ناجحا في استقامتي؟ هناك ضربان من التدين، بلغة ضرب الشيخ غزالي، التدين الصحيح والتدين المغشوش. في استقامة، استقامة هنا، استقامة هنا. قد تجد شخصا يرتدي المساجد الحمد لله ويحافظ على الصلوات، وشخصا آخر مثله هذا يعرض له أمر فيهجم عليه وهذا يستعف. إذا هذا تسلح باستقامة حقيقية، هذا استقامته مغشوشة، يعني مستقيم مع وقف التنفيذ، مستقيم مع وقف التنفيذ. حالة معينة ينتهي كل شيء، والعياذ بالله يستبطن شيئا آخر، في غش في الاستقامة. إذن هذا الرجل لم يفلح أن يكون الإنسان الصالح يسموه جود مان أو الخير، كان على الخير فعلا بصدق، لم يرزق الصدق، الذي لو وضع على حديد لقطعه، الذي لو وضع على حديد لقطعه. هذا مثلا يفسر لنا أنه قد أعترف لك بيني وبينك بحقيقة ثم أتظاهر بعكسها بين الناس، لست صدقا في الواقع بيني وبينك بقول الله بحقيقة بين الناس أحكي لك. هذا الذي يفسر لك لماذا قد أخذ عنك وأستفيد منك ثم أكفر نعمتك في الملاك وأدعي أن هذا مثلا من عنديات، ما عنديش سجية علمية،
ما فيش استقامة حقيقية في الصدق. أفهم المساعد تحصل يوميا. هذا الذي يفسر لماذا لا أعود إلى الحقيقة إذا لاحق بدليل يعني، وأبقى معتصما بالتعصب والرفض لأنني لست مسلما مستقيما حقا. لو أردت وجهه واستقمت حقا لكنت أطوع الحق ما العبد، أليس كذلك؟ وعواد وعيد التربية. كيف نكسب أولادنا هذه الاستقامة؟ كيف نكسبهم رقابة الله في السر والعلن؟ يخشون ربهم بالخير. في حديث ثوبان: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال التهامة وفي رأي النضر، فلا يعبأ الله بها، يأمر بها فتصير هباء منثورا. قال: يا رسول الله، من؟ قال: هم ناس من أمتي يصلون كما تصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل وكمان من أهل قيام الليل. طب حشيد إيش القصد؟ لماذا هكذا يعني تضر أعمالهم وتحبط يوم القيامة؟ قال: في صلاة وفي صوم وفي قيام الليل ما شاء الله، لكن كان أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها.